وقفنا حدادا لشهدائنا في مصر ولا أقل من أن نقف حدادا لشهداء ليبيا. شكرا. الرسالة الأخيرة. الوقت يمضي والحياة تسارع، فاظفر بعمرك إنه لا يرجع. حاور وناقش واستمع صوت الجموع، فقط جموع الصم من لا تسمع. إني رأيت بمصر نهر محبة، ما كان من دون الحوار سينبع. عانت بلادي ظلمة الصمت الثقيل، فكل صوت كان يعلو يقمع. كل صوت كان يعلو يقمع، حتى أتاها صوت جيل يناير، فغدت تلملم حسنها وتجمع. كنا نكلم قادة الحكم القديم، كنا نكلم قادة الحكم القديم، فما استجابوا للكلام وما وعوا، ظنوا على جهل بأن كلامنا خطر يهدد عرشهم ويزعزع. اليوم تبكي كل نفس صنعها، وتود لو عاد الزمان فتصنع. يا من يحبون العروبة أنصتوا وتحاوروا وتناقشوا وتشجعوا. أنتم ملوك فخمت درجاتكم، وشعوبكم أيضا تصان وترفع. لن تكون هذه المقطوعة الجميلة رسالتك الأخيرة يا هشام، لأنك ستتدفق بعدها بشعر جميل أيضا مهما تعدد المخاطبون. رأيت نهر المحبة يفيض في مصر، وتجسد في الحوار الذي حل محل الصمت الثقيل، وصورت ثورة شعبك بشكل جميل. ما زالت وردة الشعر تنبت بين أصابعك، فروها من ماء قلبك، وموفق يا هشام. أخي هشام، أهلا ومرحبا بك. حينما يشارف الإنسان على الموت يكتب وصية، تلك تدعى الرسالة الأخيرة. إن الشعر والشاعر يجب أن يستمر في رسائله، ويجب أن لا يدعي بأن هناك رسالة أخيرة، إن الرسالة الأخيرة تكون قبل الموت. تمسك باللغة العربية الفصحى وتغنى بها بعد أن سادت العجمة، إنها لغة تستحق أن نرفع أصواتنا بها، لغة عظيمة، قيمة. ولذلك أرجو منك، كونك شاعر تكتب بالشعبي، أن لا تتنكر للفصحى أبدا، فهناك من يحب هذه الفصحى ويعشقها كما ترى. قيمة هذه القصيدة في وثائقيتها، وشعر هشام
يرصد الواقع بلغة الناس البسيطة، لهذا تراه يدرأ المجاز عن لغته ليحكي بوضوح يليق بالمؤرخ. يا هشام كما يقول زياد بن أبيه: لين في غير ضعف وشدة في غير عنف. أتمنى لك أخي الكريم التوفيق. شكرا لك. هشام مساء الخير. تقول: فما استجابوا للكلام وما وعوا ضرورة. طيب. ربما الموضوع نفسه يقتضي من الشعراء عامة، وهو التسامح، أنهم يخاطبون، أنهم يخاطبون الجماهير، يخاطبون الناس بلغة تبتعد عن الشعرية المضببة المكثفة، إلا ما ندر منكم. أنا لا أزال عند نصيحتي إن كنت قد وعيتها، وهي أنك نحن نعتز بك وستكون سفيرا كبيرا للشعر الفصيح، ولكن على أن ابن خلدون يقول: كان الشاعر قبل أن يقول الشعر يحفظ 10,000 بيت وينساه. ونعم جميل. أيوة. لكي لا يقلد أحدا. فإن شاء الله نرجو أن تقرأ وتقرأ وتقرأ فحول الشعراء، لأني أعتقد أنك ستكون شاعرا كبيرا، لأنك ذكي ولأنك صافي الذهن ولأنك نقي القريحة، ولا ينقصك إلا أن تكمل الموهبة بالاكتساب وجماهيريتك بشعر ستقوله كالنور المذاب. شكرا. هشام والله يا أخي أنت لديك قلب من ذهب. طبعا أنا مع محبتي للدكتور عبد الملك، هو قال ستكون شاعرا كبيرا، أنا برأيي أنت شاعر كبير بحق. مشوار الأبطال مليء بالتحدي.